أحسن الله إليكم. أبو علي من الخرج يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الزواج وفي نية الرجل الطلاق؟ من عمل هذا هل عليه إثم في ذلك؟ نعم، إذا تزوج الإنسان بنية الطلاق يريدها أياما أو سنة أو ساعة يقضي شهوته منها، هذا زواج لا خير فيه، وهو زواج خديعة ومكر، لأنه غشها، لأنها تزوجته ووليها زوجها إياه على أنه زواج استمرار وقوامة، وهو في نيته غير ذلك. هذه خديعة ومكر وتغرير بالمرأة، هذا أمر لا يجوز. نعم.